كابتن فاروق جعفر انضم ليك امتى؟ يعني كان في الاشبال. بعدين بسنه تقريبا. هل الكابتن فاروق جعفر خدك من ايديك انت وهو ورحته النادي الاهلي؟ حصل. لما تطلع بس قول الكلام. مش هو اللي خدني. لا ده جه واحد خدنا من النادي الاهلي قال لنا جاب لنا يعني ضحك علينا ومية. كنا انا خارجين من النادي يوم الجمعه. فاكروا مين هو؟ كان واحد اسمه محمد. محمد مكملاً؟ محمد مكملاً. محمد مكملاً. هو ده اللي احنا عدينا عليه كلنا. ده بقى وقف، كان واقف، كان ايه؟ ده كان بيصطاد النجوم. ايوه، لانه واقف بره النادي بره. واحنا خارجين. هو كان حبيب مصطفى يونس قوي. والله كنا بنخرج يا كابتن من عند الباب اللي على المساكن. طبعا اللي بالجنب ده. فلقينا فراح عامل لنا كده تعالى. احنا صغيرين مش عارفين. كنا لسه بلاش في النادي اسبوعين ثلاثه. ده كان كشاف يا كابتن خواجه. ايوه. ما كله كان هو زي عبد البقال، هو كان من تلامذه عبد البقال. فجه قال لنا خد الشوكولاته دي. ايه الشوكولاته؟ خد الشوكولاته، كان الشوكولاته. تحبوا بقى تكيو نوديكم النادي الاهلي. ما شربكوش حاجه صفرا ولا حاجه؟ لا لا لا. توديكم نوديكم النادي الاهلي. فالواد فاروق بص لي كده، ومجدي كان مجدي معانا على فكره. ما كناش نسيب بعض يعني. فاروق قال لك اوكي. نروح تيجي نروح. نروح. يبيع اي حد. نروح. يلا نروح. فالراجل ايه خدنا وراح مودينا. كان تاني يوم بقى لنا تيجوا. قابلتوا مين في النادي الاهلي؟ ملعب المعلم كابتن مصطفى حسين. كابتن مصطفى حسين. كنا احنا طمانين كده يعني. كانت اجسامنا. ما رضاش ياخدكم ولا ايه؟ روحنا حطونا في اختبار وعملنا تقسيمه وبتاع. انتوا ما قلتلوش ان انت بتلعبوا في نادي الزمالك؟ لا احنا ما قلناش حاجه، ممكن بقى يكون محمد قال الله اعلم. ما اعرفش. فالمهم خلصنا، وبعد ما خلصنا قال لنا بصوا انتوا كويسين والله راجل يعني والله انتوا ولاد كويسين جدا، بس ايه انتوا يعني جسمكم قليل قوي ممكن تجونا. ماشي، خدنا كلام وشينا، رحنا راجعين على النادي تاني يوم. ما قلتوش بقى انتوا في النادي الزمالك؟ لا ما قلناش حاجه خالص.